هلا بكم والله من جديد. وصلنا للاخبار مروعات اليوم، خلونا نشوف ايش عندنا اخبار ومن حول العالم كمان. يعني صراحه اول خبر، السياره الطائره تحلق بنجاح، وصراحه بالتحديد اليوم كنت مره احتاج هذه السياره، خصوصا مع الزحمه اللي كانت في شارع طريق المدينه. اعلنت شركه بوينغ الامريكيه لصناعه الطائرات نجاح سيارتها الطائرة ذاتية القيادة في أول رحلة تجريبية لها، حيث أنها قادرة على حمل الركاب والطيران بهم فوق شوارع المدن المزدحمة وبجانب أيضا ناطحات السحاب. يبلغ ارتفاع سيارة الطائرة 9 أمتار وعرضها 8.5 متر. تخيلوا يا جماعة لو هذه السيارة صارت موجودة عندنا بالسعودية، يعني صراحة ما أعرف إيش أقول، ولكن أتمنى فعلا، يعني عمري ما تمنيت امتلاك شيء، ولكن أتمنى امتلاك مثل هذه السيارة الطائرة عشان تفيدنا بالزحمة. يعني تخيلوا مشواري من البيت للصالون، من الصالون للاستوديو، كل هذا المشوار أخذ بنص ساعة بدل الساعات اللي نقضيها خصوصا في أيام الزحمة وأيام الأمطار. والله حبيت جدا هذا الخبر. إلى حيلة جديدة لحيلة التماسيح لتبقى حية في بحيرة جمدها الصقيع، حنعرف إيش الحيلة بالضبط. وأظهرت لقطة تحديدا مصورة انتشرت مؤخرا لتماسيح مجمدة قدرة هذه الكائنات على مقاومة الصقيع الشديد باللجوء إلى تجميد أنفسها تحت الجليد مع ترك أنوفها بالخارج وإبطاء عملية التنفس وبنفس الوقت نبضات القلب وحرارة الجسم من أجل الحفاظ على الطاقة في عملية سبات شبيهة بالبيات الشتوي. عفوا الصوت بدأ يروح أتوقع مع الأجواء الموجودة، ولكن سبحان الله حتى الحيوانات لها سبات شتوي وبيات شتوي في نفس الوقت. فصراحة سبحان الله ما نقدر نقول غير كذا بالنهاية. إلى خبر آخر راح نتعرف عليه اليوم، وراح نشوف فعلا جمال الطبيعة تثير الإعجاب لصور جوية راح نشوفها مع بعض، ونشرها أحد المصورين الفوتوغرافيين. نشر صور من طائرة بدون طيار لمناظر طبيعية من مقاطعة كوفانسا في رومانيا، حيث تم تصويرها من الأعلى مع الجمع بين موسمين مختلفين. شايفين سبحان الله بنفس المكان ونفس الوقت، شوفوا جمال الصورة برغم اختلاف المواسم اللي راح تكون ومواسم فصول السنة. اللي شايفينه صراحة قمة في الإبداع. وأحيانا لما المصورين يفكروا وياخذوا لقطات فعلا مبدعة نشوف صور بهذا الجمال وهذا الإبداع بالنهاية. سبحان الله، يعني قاعد أفكر ليش طب المنطقة هذه اللي بالنص، يعني هنا شايفين فصل الخريف والشتاء، الصورة اللي قبلها كان فصل الربيع والشتاء. سبحان الله شيء غريب جدا ولكن جميل بنفس الوقت، روعة الصور صراحة. هذا تعليقي عليها. إلى خبر آخر، فهذا الخبر راح يكون خبرنا تحديدا من كوريا الشمالية. إيش سوت كوريا؟ صنعت ملابس مضادة للجوع. يعني مع هذه الملابس ما راح تحسوا بالجوع أبدا. ليش؟ أثارت تشكيلة من الأزياء التي تصنع في كوريا الشمالية حملة من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن تضمنت مجموعة من الملابس القابلة للأكل. يعني مع الملابس الكورية مستحيل تجوعوا في يوم، لأنه هذه الملابس قابلة للأكل. يعني إذا جعتوا تقدروا تأكلوا من ملابسكم وأنتوا بكرامة، ولا أقول لكم بالعافية ولا إيش بالضبط ما أعرف، ولكن هي قابلة للأكل وقت الجوع، ويمكن للمتسلقين وأصحاب الرحلات استخدام هذه الملابس، لأنه ممكن يروحوا في مكان ينقطع الأكل ما يلاقوا شيء يأكلوه فيروحوا يأخذوا من ملابسهم، مع أنه أبدا مو باين في التصميم اللي شايفينه أنه هذه الملابس ممكن تكون قابلة للأكل. لكن تخيلوا، لكم أن تتخيلوا أنه هذه الملابس قابلة للأكل ممكن تأكلوها إذا جعتوا. نجي للخبر الخامس والأخير، وهذا الخبر تحديدا ليا والكل مواليد برج الدلو. تحية الهيفة عشان هي مواليد برج الدلو معايا، وتحية لكل مواليد هذا البرج. الخبر يقول أنه مواليد برج الدلو أغنياء ومشاهير.
هذا الخبر اللي قالوا. وروى أيضا كثير أن مواليد شهر يناير وفبراير ليسوا من المحظوظين، لأن مواعيد ولادتهم تكون مواكبة مع أو تتزامن مع الطقس الشديد البرودة. ولكن ركزوا، لكن وفق لدراسة جديدة، إيش تقول هذه الدراسة؟ من المرجح أن يصبح مواليد برج الدلو أغنياء وذوي شهرة عالية. وأيضا وجدت مجلة جورنال أوف سوشيال سينسز أن نسبة كبيرة من نجوم هوليوود ولدوا في هذه الفترة بين 20 يناير و 18 فبراير. يعني أنا ما قلتش حاجة، الخبر اللي بيقول. وصراحة أنا أشوف أن مواليد برج الدلو جدا محظوظين، مو مثل ما قال الخبر في البداية أنه أكثرهم يحسوا أنهم مو محظوظين. ولكن تحية كبيرة لهذا البرج، وخصوصا نحن في فترة مواليد برج الدلو 20 يناير إلى 18 فبراير. فأحب أقول كل عام وأنتم بخير لكل اللي أعيادهم تواكب نفس هذه الفترة تحديدا. وكانت هذه طبعا معانا آخر أخبار اليوم، ولكن لسه معنا الكثير من الفقرات، ولكن بعد الفاصل.